آخر باب في هذا القسم أراد أن أبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أفعال سبب كفر بني آدم، هنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال، إذا سد كل طريق يوصل إلى الشرك. حمل الاعتقاد طبعا هذا أهم ما يكون وأول ما يكون. جاءوا إليه وقالوا أنت سيدنا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله قال الذي كمل في سلطته، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. السيد الله تبارك وتعالى. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستدرج به ولا يستحوينكم، لا يستميلنكم، لأن الشيطان يريد أن نقضي فيه عليه الصلاة والسلام. ما هو أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد لا يعبد رسول، قال إنما أنا عبد. فقولوا إذن أعلى ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد رسول أو كذا. قال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا استجيبنكم ولا استغيلنكم ولا استهوينكم. إذا الشيطان يريد أن نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ختم بهذا الباب ثم انتقل إلى القسم الأخير. نعم.